400 متر سريعة، لأن إذا كان سباق تكتيكي سيكون في مصلحة أبطالنا إن شاء الله. إذا بدأنا في 800 متر سباق، نريد ساخن، نريد مثير، نريد قوي. 200 متر الأولى يقود سليمان مولا. حبيبي يا سليمان، روح يا سليمان، تعال يا جمال. 24 ثانية 95، هي في إيقاع 52، في إيقاع 52، وممكن أننا كذلك نشاهد حتى 53 ثانية. إذا هنا 400 متر الأولى، التمركز الجيد، تحرك يا جمال، نريدك أن تتحرك. سليمان موجود، تتحرك فرنسا، تتقدم كينيا، تخوض كينيا السباق. سليمان موجود، هنا السرعة اللامتناهية، 52 ثانية، 3% زمن الثانية. هو إيقاع في حدود دقيقة 44، أتمنى من أبطالنا الجزائريين أنهم يتقدموا للأمام، خصوصا البطل الذي في المركز السابع. نعم، إذا هناك السباق يأخذ المنحنى السريع، قيادة كندية منذ البداية، السرعة اللامتناهية، كينيا تتحرك، فرنسا تتقدم، الجزائر، وهنا 600 متر الأخيرة، أخذ السباق، الوضع الجنوني، 600 متر، دقيقة 17 55، إيقاع في دقيقة 43. إذا السباق 800 متر بالنسبة للرجال، يتحرك جمال، يسرع جمال، هنا الحركة يا جمال، يلا يا جزائر، تحيا الجزائر، الجزائر تدخل، الجزائر تحاول، الجزائر في الدنيا، للجزائر، الجزائر الحبيبة، الجزائر الغالية، الجزائر العزيزة، الشعب العربي الأصيل، الشعب العربي، إنجاز كبير في وجود هؤلاء الأبطال الكينيين. أعتقد الجزائر حققت إنجاز كبير عن طريق البطل جمال سجاتي اللي عمل سباق كبير. تحية يا جمال، حبيبي يا جمال، الجزائر بلد الأحرار، بلد الأبطال. زائري الشهير سعيد القرني، يأتي جمال سجاتي ليحقق ميدالية فضية للجزائر. والله إنك بطل ابن بطل. الجزائر أكبر بلد مساحة في إفريقيا،